لفتة إنسانية من الفنانة الإماراتية أحلام خلال إحيائها حفل غنائي الجمعة في موسم الطائف في المملكة العربية السعودية، إذ نزلت من على خشبة المسرح لتصافح وتقبل يد بعض الأمهات من ذوي الاحتياجات الخاصة. نشاهد الفيديو. الرسام ركان كردي قال على الموضوع: الله يسعدها يا رب، الفنان أخلاق قبل كل شيء. أما حساب آخر فقال: فظيعة، عندها احترام وتقدير وتواضع مو طبيعي، الله يرفع قدرها مثل ما قدرت كبار السن.